دابا شوفوا بالنسبه للموضوع ديال النصب والاحتيال، هانتوما سمعوا مزيان، هذه قل من سيمانه تواصلوا معايا واحد الناس في لادريس ميل ديالي، قالوا لي نعطيهم نيميرو التليفون، عطيتهم نيميرو التليفون على ود شي خدمه. اوكي عطيتهم نيميرو التليفون، صافي دازت هكا شي يومين ولا 3 ايام وما يتواصلوا معايا. تواصلت معايا البارح، اش قالت لي؟ قالت لي انا واحد السيده عايشه في واحد البلاد، مهم وعندي واحد الدار في كازا في البلاصه الفلانيه وهذه، وبغيت نبيعها. قلت لها اها. قالت لي ولكن انا بغيت ندير شي حاجه اللي زوينه بالنسبه للناس، في عوض اللي نبيعها بغيت راجلي قال لي اجي نديرو شي انفلونسوز ولا ممثله ولا المهم شي بيرسون اللي مشهوره، نقولوا له هي دير دي ستوري للناس وتقول لهم تشاركوا في واحد الطومبوله، هاد الطومبوله هادي غتخلصوا فيها، كل واحد غيخلص فيها 100 200 درهم على حساب. ايوا صافي. المهم قالت لك كل واحد يعطي 100 ولا 200 درهم، ومن بعد دار واحد الطومبوله وغيربح واحد وغيربح دار. وقالت لي ديك الفلوس تاخذ هي 60 مليون والفلوس الاخرى غتقسم ما بيني وما بينها. واش انا قلت لي هاد الهضره دي قلبي بدا كيزدح كيزدح كيزدح، حيت هادشي هذا راه غير قانوني بتاتا، هادشي هذا فيه الحبس، هادشي شي حاجه اللي خارجه على القانون، ما كدارش في المغرب، واي واحد حاول يديرها ولا فكر يديرها يفكر بزاف، حيت هادشي هذا فيه النصب وما يمكن عندكم. المهم انا كنحضركم وكنحضر الناس اللي مشهورين وما يتزرفوش في هذا الشيء. غتبان لك تقول الربح 30 40 مليون ولكن راه غير قانوني هذاك الشيء. انا اختي المهم يا راتكم كتشوفني في ستوريات، ما نقدرش ندير بحال هذا الشيء، ما نقدرش نضحك على عباد الله، حيت هذا الشيء فيه النصب والاحتيال. اوكي دونك هذه هي قلت لكم هذه هي العمليه النصب والاحتيال اللي كنت نتعرض لها انا، حيت ممكن هذيك السيده تشد هذوك الفلوس وتديهم ونصدق انا بيني وبين الناس اللي خلصوا هذيك الفلوس، وشكون ربح الدار هذه الله اعلم. وداك الشيء راه غير قانوني اصلا في المغرب، هذا الشيء هذا غير قانوني، اي واحد شفتو كيدير هذا الشيء عرفوه راه انه كيرمي بنفسه للتهلكه وكيحط راسو امام واحد الدعوه قانونيه اللي ممكن انها توصلوا للسجن. اوكي دونك حداو راسكم مزيان، ما تشاركوش في هادشي هذا اصلا، حتى دينيا حرام، ما يمكنش انت تشري دار ب 100 درهم ولا تشري دار ب 200 درهم، ما هادشي هذا حرام في الدين وحرام في القانون، ممنوع في القانون فوالا. دونك الحمد لله انا ماشي شي وحده اللي طماعه اللي تبان لي بحال هكا نزرف، الحمد لله انسانه زعما بعقلي، ما تغرنيش الفلوس نهائيا، انا نبغي نجيبها حلالا طيبا ولا ما بغيتهاش. دونك حداو راسكم، وتا لي زانفلونسوز ولا الناس المشهورين حداو راسكم بحال هاد الالاعيب، ما يبالكمش الربح. قلت لكم ما يبالكمش الربح، تقولوا يا اختي ستوريات ما كيكملوش، ما يبالكمش الربح تقولوا صافي غناني الله. اوكي ولقد اعذر من انذر. صافي السلام عليكم، انا مشيت خصني نسد. صافي سي ديجا شحال الساعه صار دابا؟ تسعود كنشدو مع 8:30 تسعود الا كانت شي كليه، انا كنبقاو مع عمي دابا. صافي كلشي خاوي، السلام عليكم، حتى الغدا ان شاء الله، باي باي. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.